بالنسبة للناس اللي فعلا فعلا بتسأل من الحاصل ده، بالنسبة للناس اللي فعلا فعلا قاعد تسأل عن الحاصل، هو وريناكم العمليات العسكرية الشغاله سيدو كلها عملية بتاعت قصقصة. أما الشغل العسكري العسكري جاي، والنظافة الحقيقية جاية، وبلا جنجوي تماما من ولاية الجزيرة جاي، بدليل إنه كيك الما يجي حي. دي تعليمات اتوضعت قطة وتنفيذها على أرض الواقع لأسباب عسكرية بتعريف القيادة العسكرية. الآن نحن بالنسبة لنا ما نقدر نقول الكلام ده، خلو لكن عارفين. بالنسبة للصفحات الشقالة شغل بتاع تضليل، وفانا شايف في صفحات بتاع إعلام الجنجويت وقحاطته، الصفحات الشقالة شغل تضليل الدائرة تكره يا ناس الجزيرة. كلامنا ليكن حنقوله ليهن في الجزيرة كلهم الجوة والبرة، كلامنا تذكروا في صفحات الآن شقالة شغل بتاع تضليل، وصحفيين معروفين شقالي شغل تضليل، ونشط برضو كذلك شقالين شغل بتاع تضليل، شقالين ان يقولوا لكم انه الجيش ما شغال في الجزيرة، الجيش قريتنا ديك ما جاب لها خبر، ولو لما تمسكوا بتلقاه ذاته ما من الجزيرة. اقول لكم بالواضح، لما تسألوا بتلقاه ذاته من الجزيرة، لان احنا عارفين واثقين تماما في انسان الجزيرة، انسان صبور وانسان حقيقي وانسان راجل وقادر تماما انه شنو يشتغل مع الـ مع الـ مع الجيش. والجزيرة قدمت ما قدمت من الشهداء، وقدمت ما قدمت من المستنفرين، وقدمت ما قدمت من الطيارين، وقدمت ما قدمت من المستنفرين. اكثر ولايه في ولايه السودان قدمت مستنفرين. تجي انت في الصعاليك الشقالين ديل، نحن عارفين انهم ما عندهم علاقه. الصفحات الشقاله انها دايره تكره انسان الجزيره في الجيش، ما بتقدروا ما بتقدروا، لان انسان الجزيره واعي تماما وعارف تماما. والله الجزيره دي من التي وانت ماشي لحد الحدود مع ولاية القضارف أو ولاية السنار كلها وكده لحد ولاية النيل الأزرق، مش دي حدود الجزيرة؟ كده النيل الأبيض، كده الخرطوم، والله ما شفنا فوقهم غير الرجال والفروسية والشهامة. حي الله أهلنا في الجزيرة، حي الله رجال الجزيرة ونساء الجزيرة كلهم بدون فرس. أول ولاية قدمت مستنفرات ولاية الجزيرة برضو كذلك بالنسبة للناس، وبعدها ولاية البحر الأحمر. ده دليل على شنو؟ فلذلك نحن عارفين والقيادة العسكرية عارفة انه الاعلام يتكثف بناء على تكريه الناس على مستوى الانسان الجزيرة. في صفحات شقال يقول لك يا اخي ما شقالين بينا، الجزيرة دي ما شقالين بيها، الجزيرة قرية الفلانية ما مسوين لها الشغل ده. بيقى كده ليه؟ يا اهالي في الجزيرة داري يفصلوكم عن الادارة العسكرية والقوات المسلحة، داري يكرهوكم في القوات المسلحة، داري يوروكم انه يقول لكم ان القوات المسلحة ما شقالة، عشان يخلقوا عملية بتاعت فتنة داخلية. لأن نحن بالنسبة لنا الجيش ذاته هو بيتمثل في الجزيرة، الجيش ذاته بيتمثل في الجزيرة. فلذلك اطمئنوا ابشروا بالخير، وكلامنا قلنا لكم ده كلام واضح ما داري لأي اثنين ثلاثة. الصفحات الشغالة الشغل ده نحن لها بالمرصاد، كلها لها بالمرصاد. صفحات الشغالة الشغل ده نحن لها بالمرصاد وعارفين انهم منهم، مدفوع لهم من دولة الشر دولة الإمارات. شقالين فوق عملية بتاعت شغل هناك، شقالين فوق، لكن جبنا تيتكم وجبنا زيتكم. شغلنا بتاع شاد ده كيف؟ ها؟ شاد دي رايكم فيها شنو؟ ده اللي حيحصل عندكم هناك يا شوية ملاقيت كونوا دولة اسمها دويلة الشق كلها عمرها ما 30 سنة. هيك أنا يا اللي اسمك ساجد الود الحرحر ده، أنت ذاتك يا زول؟ ها احنا ما بنوصفك ذاته بالمرأة السودانية، لأن المرأة السودانية أشرف وأعف منك، أنت عبارة عن هنايا احترامنا للبنانيين يعني، فهمت؟ ده انت فصعاليك زيك دي، ان احنا ذاتنا امام نجيب نكرات ما بنتكلم عنها. فانت قاعد معه ولنعمتك الشيطان اللي هناك ده قاعد معه، فاستمر اقعد هناك، لان السودان ده حيبقى لك قاسي دخوله، قاسي جدا جدا يا عزيزي الباطل. ده نكره الكلام عنه، انا افتكر انه بنكون خلقنا له، فده نكره ما نتكلم عنه. فدويلة الشر رسالة لدويلة الشر، قيادة دويلة الشر، وأنا من هنا بوجه رسالة تماما حتى للشعب الإماراتي. الشعب الإماراتي احنا والله ما عندنا إشكالية معاكم، بالمناسبة لازم تعرفوا الجزئية دي، من هنا لكل الشعب الإماراتي نحن نحترمكم جدا، والله والله نحترمكم، وبيناتنا احترام وبيناتنا عشرة وتفاصيل، العشرة البسيطة يعني نحترمكم فيها. مشكلتنا ما معاكم، عشان ما في زول يتكلم عن انه نحن من عاج الشعوب. يا اخواننا تبقى الشعوب وتسحب، كان ملوك ولا كان امراء ولا كان قرف، بتسحب
مشكلتنا ما معاكم بالمناسبة، مشكلتنا مع قيادتكم وإدارتكم وتحديدا متمثلة في هذا المدعو بن زايد. أسألوا صحف عالمية نيويورك تايمز كلمت عن إنه الدعم بتاع الميليشيا بتاع الدقلو عبر جادو الديوالة وعبر سنتر أفريقيا كله من دويلة الشر. اتكلمت حتى الأمم المتحدة في الكلام ده، اتكلم القائد العام في سفرته الأخيرة للأمم المتحدة تمثيله للسودان في الدورة بتاعت الأمم المتحدة، اتكلم العارث المندوب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة قدم شكوى واضحة في دولة الإمارات. وهنا لما نقول دولة الإمارات مقصود الحكومة، فنحن قلت لك ما عندنا إشكالية مع الشعوب، تبقى الشعوب والله تاج، لكن الحكام ما عندنا إشكالية معه، ما عندنا مشكلة مع الشعوب، مشكلتنا مع حاكمكم يا شعب الإمارات. عشان ما تطلعوا تتكلموا، ما تطلعوا تتكلموا في إطار إنه الشعب عادانا، لا نحن ما عاديناكم، نحن كشعب ما عاديناكم، نحن من عادي حكومتكم أو الإدارة حقتكم اللي هي شغالة شغل كبير جدا في تدمير الدولة السودانية بناء على ميليشيات الدقلو بتشتغل فوق. هسي الليلة أنا بتكلم معاكم، الليلة بتكلم معاكم وضربت عربيتين اللي تكلمنا عنها واللي أقسمت عليها كل سلاح جاي من ديوالا. اتكلمنا عن الست جرارات اتضربت الأربع، فضلت الليلة الليلة اتضربت، وصلتني المعلومة الليلة اتضربت. انتوا عارفين السلاح الموجود فين؟ سلاح دعم به الإمارات، الإدارة الإماراتية دعم الميليشيا، وعندنا كل الوثائق وكل الإثباتات اللي بتثبت إنه موجودة عندنا، رفعنا منها وعندنا التقارير كلها موجودة. نحن لن نعادي الشعوب، يا ريت الناس تفهم، نحن ما من عادي الشعوب. لما نتكلم عن دولة الإمارات منتكلم معنا الشعب، منتكلم عن الإدارة بتاع دولة الإمارات، ما منتكلم عن الشعب. الجزئية دي أتمنى الناس الآن اتضربت العربيتين الجرارات الجهد دي، عندنا صور الآن موجودة لدينا بتثبت إنه حتى العربات دي جات من ديوالة، جات لما خاشة بعملية بتاع التنسيق مع جنرال في الجيش الشادي من هناك جاية خاشة ديوالة، جات وصلت لحد المنطقة بتاع أدري واستلمناها من هناك. المعلومة استلمناها من أدري، ما قاعدين نقول كلام صحيح، أي كلام عندنا له. وأسس الشغل المدور ده يا كاكا في 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 الشات ده بداية، ده بداية بتاعت أزمة، وقلنا ليك الكلام ده، قلنا ليك تراجع، والله ده بداية بس. شفت الشغل الآن المدور في الشات ده، ده بداية فقط يا كاكا، وريناك نحن والله والله ما بنقع برانا، ونحن ما وقعنا، لكن والله 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 أي إن كان بصيب السودان بأي حاجة أقسم بالله مردود عليكم، والله المنطقة دي نولع نار، نار حمرة، نار حمرة، والله المنطقة دي كلها من دويرة. واحد، قبل اليوم طلعنا اعتذرنا بواسطة الشعب الكادي وشباب وتفاصيل، قلنا يا أخي نعتذر، ونحن منقول إنه مشكلتنا مع الشعب الكادي حبيبنا والله، أصدقانا وتعاشرنا كله، ما عندنا مشكلة مع الشعب، عندنا مشكلة مع الإدارة بتاعت محمد كاك. اسمعوا أهلنا على مستوى الشات، الناس تعمل شير يا أخوان، والله ده من قبل يقولنا شير شير شير، لأنه جاي اللي تقيل، جاي اللي تقيل في الخرطوم، جاي اللي تقيل، الناس تشير شير شير، لايك اللايك أهم ثم الشير، أراكم ساعدونا عشان الرسالة عشان الكلام ده، لأنه في ناس توصل. طيب الشغل الآن الشغال على مستوى الشات ده شغل بتاع تدوير ولا ما تدوير؟ وعدنا فأوفينا، قلنا لكم أي دولة سنتر أفريقيا جاينك، أفريقيا الوسطى جاينك، الجنوب عندنا رأي كبير جدا جدا، دولة الشرق دي الإدارة تاع دولة الشرق جاينك، وعندنا شغل كبير، ما ناسين حقنا، حقنا ما بننساو، حقنا كينيا ولا عندنا الاثنين ثلاثة، حقنا ما بننساو، جايين له وشو قفت جايين لحقنا، والله 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 المنطقة دي كلها تولع نار، والله المنطقة كلها تولع نار، مش وقفتوا ضدنا؟ والله بتولع، مش دعمتوا التمرد؟ مش ساعدتوا على تدمير البنية التحتية بتاعت الدولة السودانية؟ نحن قادرين ونوريكم كتاب هتشوفوا
الحاصل الان في تشاد بعد الضربه اللي حصلت على مستوى سنسور الجو، تحيه خاصه لنسور الجو من هنا كله طيارينا ابناء الجزيره، حياكم الله. امثال 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 انا ما حذكره، حياكم الله ايها الرجال. والله 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 لي تواصل مع بعض الكباتن، ذكر لي واحد من اخواننا ديل قال لي يا احمد ابو الذهب انا عندي لما بدات الحرب دي انا كنت برا، جيت من برا ودورت طوالي. قال لي انا الان عندي 9 شهور ما شفت بعيني ده عيالي، عندي اطفالي، 9 شهور ما شاف طفل من اطفال، 3 شهور قال لي انا ما كنت قادر اتكلم مع مرته ويعرف حاله شنو، تابعته الميليشيا جوا البيت جوا